يحتفل العالم في 21 من شهر آذار من كل عام بعيد الأم. هذه المناسبة التي تحمل في طياتها كل معاني الوفاء والحب والاعتراف بالجميل لأولئك الأمهات اللواتي قدمن من التضحيات ما لا يمكن أن يوفيهن حقهن أحد من الأبناء أو البنات. وبهذه المناسبة هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله الأمهات في الأردن والعالم، حيث نشرت جلالتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك فيديو تناول قصص العديد من الأمهات وعلاقتهن بأبنائهن. بقول لكل الأمهات كل سنة وإنتوا الأغلى، وكل سنة وعيونكم تلمع فخر بولادكم. الله ما يضيع لكم تعب وتشوفوا أولادكم منورين بيوتهم ومنورين الأردن، وكل سنة وإنتوا سالمين وكل اللي بتحبوهم حواليكم. وتقديراً لهذه المناسبة أقامت العديد من الجمعيات التطوعية والمؤسسات التربوية والمجموعات الكشفية الاحتفالات بعيد الأم، وقد كان لنورسات حضور في العديد منها. ففي مركز زاهى الثقافي رعت سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع احتفالاً لتكريم الأمهات الرائدات في المجتمع وأمهات شهداء الوطن، حيث أوضحت مديرة المركز أن احتفال هذا العام هو رسالة محبة وتقدير لكل أم أردنية. بهذا اليوم منحب نحكي لكل أمهات الأردن كل عام وأنتم بخير. مركز زاهى الثقافي كالعادة في السنة العاشرة على التوالي بيحتفل بعيد الأم، وهاي السنة برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع حفظها الله. هذا اليوم نعتز أنه نكرم أمهات الشهداء وزوجات الشهداء في يوم عيد الأم. وأعربت الأمهات المكرمات عن فخرهن بانتمائهن للأردن والقيادة الهاشمية. وفي ختام الحفل الذي تخلله تقديم عروض ومقطوعات موسيقية وقصائد شعرية بحضور عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين، تم تكريم 22 من الأمهات بعدد من الهدايا المقدمة من مركز زها والقطاع الخاص. هاي التشاركية تأتي ضمن مسؤوليتنا المجتمعية أمام المجتمع، وخاصة هذه اللقاءات التي نتشرف فيها وهي لقاء من النوع الخاص بتكريم الأمهات وتكريم أمهات الشهداء الذين نعتز فيهم جميعا. وفي كنيسة مار يوسف في جبل عمان رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن الاحتفال بعيد الأم وعيد شفيع كنيسة مار يوسف. وأكد سيادته خلال الاحتفال الذي حضره راعي الكنيسة الأب وسام منصور على أهمية الاعتناء بالأم لما لها من دور فاعل في بناء الأجيال على حب الخير ونشر السعادة بين الأبناء، داعياً الجميع إلى الاقتداء بصاحب المحبة السيد المسيح وزرع الأمل والابتسامة على شفاه المحتاجين والمحرومين. وبهذه المناسبة بدي أعايد الرعية بمناسبة عيد شفيعها، بطلب لكاهن الرعية الأب وسام وللراهبات وكل أبناء الرعية كل البركات اللي بحاجة إلها، كما أعايد كل من يسمى باسم يوسف ويبدو أنهم كثار، وأيضا أعايد كل الأمهات في هذه الرعية وفي الأردن. كل عام وأمهاتنا بألف خير، الله يعطيهم الصحة ويكملوا رسالتهم. تباركنا بوجود المطران في القداس وأيضا شاركنا في الحفلة وقدم الهدايا للأمهات، كانت لفتة جدا جميلة لأمهاتنا اللي يفرحوا فيها مع بساطة وتواضع الهدية، ولكن كان لها معنى كتير كبير من أبنائهم ومن سيادة المطران. فنأخذ هاي الفرصة من خلال فضائية النورسات أنه نعيد أبنائنا كمان اللي ما حضروا الاحتفال وما حضروا القداس، وأيضا نعيد جميع أمهاتنا وين ما كانوا، نتمنى لهم عيد سعيد والعمر الطويل بالصحة والعافية، وكل عام للجميع بألف خير. وبرعاية السيدة عفاف حمارنة أقامت مجموعة كشافة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق احتفالا بمناسبة عيد الأم، حضره عدد من المسؤولين الرسميين وجمع كبير من المدعوين. واشتمل الاحتفال الذي تخللته مقطوعات غنائية للمطرب توفيق الدلو على إفطار خصص ريعه للعائلات المحتاجة، كما ألقيت العديد من الكلمات التي تثمن دور الأم في حياة المجتمع والأبناء.
وفي الختام رفع الأرشمندريت بسام شحاتيت صلاة للأمهات وعموم العائلات، طالبا من الرب التوفيق للجميع. أيها الرب يسوع المسيح، نطلب منك أن تبارك جميع هذه العائلات، تبارك جميع الحاضرين، تحل روحك القدوس، تكون مع الأمهات في خدمتهم وحياتهم. آمين. وفي مكتب التعليم المسيحي في عمان التابع لمطرانية اللاتين في الأردن، أقيم احتفال لذات المناسبة حضره عدد كبير من المدعوين وأعضاء المكتب، واشتمل الاحتفال على صلاة ودعاء بأن يحفظ الله أمهاتنا ويعيننا على تكريمهن. وتضمن الاحتفال تقديم إفطار مصحوب بتراتيل دينية، كما بيّنت سكرتيرة الجمعية ريتا منصور أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع، شارحة بنفس الوقت دور المكتب في ترسيخ رسالة السيد المسيح وتعليم المفاهيم الدينية لشبيبة مكتب التعليم المسيحي. أول شيء بحب أشكر قناة نورسات اللي شرفتنا وصورت هذا الإيفنت اللي بنعمله. إحنا أول مرة مكتب التعليم المسيحي بيعمل فطور بمناسبة عيد الأم، نعمل نشاط اجتماعي مش روحي، فإحنا نشاطاتنا بتكون عادة روحية، بنعمل لقاءات روحية، مسابقات دينية للأولاد، يعني كل النشاطات اللي تتعلق بمعلومات الدين. بعيد جميع الأمهات بهاي المناسبة وبقول كل سنة هن سالمين، وإن شاء الله يقتدوا كليتهم بأمنا العذراء مريم اللي تحملت آلام سيدنا يسوع المسيح وهي صامتة، والأم بتصلي دائما حتى لو ما حكت بتصلي في قلبها وبتعطي نعمة وبركة لبيتها ومؤسستها اللي هي المنزل اللي بتربي فيه أولادها. أقامت لجنة التعليم المسيحي نشاط بمناسبة عيد الأم، وكان هذا النشاط كتير رائع وجميل لأنه زرع البسمة على وجوه العديد من الأمهات. وفي مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام وبحضور أمهات وأهالي أطفال الروضة، افتتح معرض الفن التشكيلي الأول الذي تم إقامته بمناسبة عيد الأم، وهو من إعداد وتصميم أطفال الروضة. واشتمل المعرض على عشرات اللوحات التي تتضمن رسومات تم إعادة تدويرها ونالت إعجاب الحاضرين وأهالي الأطفال. بعايد كل أمهات العالم، وأمهات اللي بالبلاد الحرب، بلاد السلم، بالأردن، وين ما كان بعايدهم، وبنقدم لهم باقة ورد بهذه المناسبة. وإن شاء الله بنعيد على جميع الأمهات، لأنه هذا المعرض هو بمناسبة عيد الأم، وأبدعوا فيه الأطفال وانبسطوا الأهالي بأولادهم وأشغال أولادهم، وبنعيد على جميع الرهبات بالمدارس، وإن شاء الله كل سنة والجميع بألف خير.